نحن بهمنا تكون منصة سياسية واحدة اللي تمثل الشعب السوري في المناطق المحررة وتتخذ قرار في وضعه الحالي. سوف يكون في أكثر من رأي وسوف يكون في انقسامات وتعدد في الآراء، وحبذا لو يكون في منصب سياسي واحد أو منصة سياسية واحدة تمثل الثورة السورية بشكل عام. أهم شيء إنه الشعب السوري يرجع لحضن الوطن ويستقر نفسيا. ما عندي إلمام بالموضوع هذا، بس زيادة المنصات بشغل منيحة، لأنه كل دولة اللي عم تساوي منصة رح تسحب الحل لجانبها وتمشي أجندتها بهاي. ما بعتقد أنه بدها تخطو هالمنصات، هاي بتعمل خطوات منيحة للحل السياسي، بالعكس بتعقد الأمور أكثر ما هي بتساهم بالحل.